الزمان مايو عام 1944. المشهد: عرقية بأكملها تقتلع من جذورها بأوامر الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين. بعد نحو 80 عاماً يخشى هؤلاء الأوكرانيون قمعاً روسياً جديداً. هذه قصة تتار القرم. لقرون عديدة سكن مسلمون يتحدثون لغات أتراكية منطقة البحر الأسود. العرقية التي عرفت لاحقاً بتتار القرم جاءت مع الغزو المغولي. تشكلت في شبه الجزيرة مملكة مسلمة، أصبحت في القرن 18 جزءاً من الإمبراطورية الروسية، لتبدأ فصول الاضطهاد الروسي. خلال قرن من حكم الروس تحول التتار من أغلبية في القرم إلى أقلية. نحو 800,000 اضطروا إلى مغادرة شبه الجزيرة إلى ما كان وقتها الإمبراطورية العثمانية، خاصة في أعقاب حرب القرم والحرب الروسية التركية. سقطت الإمبراطورية وصعد الاتحاد السوفيتي، لكن ذلك لم يغير من معاناة التتار القرميين. أكثر من 100,000 قضوا في مجاعة عام 1921، ولم ينجو قادة التتار السياسيون والفكريون من حملة القمع في النصف الثاني من الثلاثينيات. في عام 1942 احتلت ألمانيا النازية القرم لمدة لم تزد على عامين. ورغم مشاركة عدد كبير من التتار في صفوف الجيش الأحمر الذي طرد النازيين، اتهم التتار القرميون بالتعاون مع النازيين إبان الاحتلال، ليأتي قرار الترحيل الجماعي. كافة سكان القرم من التتار أرغموا على الرحيل، نقلوا إلى أوزبكستان وإلى مناطق أخرى من الاتحاد السوفيتي. فقد عشرات الآلاف خلال ذلك. ظل التتار بعيداً عن أراضيهم حتى انهيار الاتحاد السوفيتي في مطلع التسعينيات. نحو 250,000 عادوا إلى دولة أوكرانية مستقلة. حاولوا على مدار عقدين استعادة أراضيهم وحياتهم. قبل أن يعود التهديد الروسي باحتلال القرم في عام 2014، هذه المرة حاول الروس استمالة التتار لصفهم. Крымские татары сейчас бытует мнение, что возможны повторные депортации. Такое мнение, что мы 50 лет боролись за возвращение на свою родину, и теперь же, если нас будут депортировать, так лучше здесь умереть, чем снова подвергаться депортации. Такое настроение превалирует. بعد الاحتلال الروسي طلب من التتار التخلي عن أراضيهم الساحلية التي عادوا إليها بعد الترحيل، وبدأت التقارير حول حالات التعذيب والاختفاء القسري بين التتار في الظهور، وغادر كثيرون إلى مناطق أخرى في أوكرانيا. ثم جاء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير من عام 2022 ليزيد الأمور سوءاً. ممثلو التتار أبلغوا الأمم المتحدة تخوفهم من تعرضهم للاضطهاد مجدداً، فكيف يكون الفصل الجديد من حكاية تتار القرم مع روسيا؟